الاستاذ الزين الجعفري عضو مجلس اداره نادي اخميم ورئيس لجنه الكره بنادي اخميم، يعني تقييمك لمسيره نادي اخميم هذا الموسم وفوزه في الاسبوع الاول على نادي جرجا وايضا تقدمه حتى هذه اللحظات على نادي خفت 2-1. انا تقييمي لاداء فريق اخميم لكره القدم في هذا الموسم، المجهود كله أعضاء مجلس الإدارة متكتفين مع بعض تحت قيادة الأستاذ أحمد حلم الشريف الذي لا يكل جهلا ولا عطاء لنادي أخميم من وقت ما مسك مجلس الإدارة الأستاذ أحمد حلم الشريف، ولا يألو جهدا ولا يعني موفر كل ما يتطلبه النادي وكل ما يتطلبه فريق كرة القدم بنادي أخميم، وأعضاء مجلس الإدارة على قلب رجل واحد وراء فريق كرة القدم وراء الجهاز الفني الكف بقيادة الكابتن عبد الحكيم عبده والكابتن إبراهيم السيد والكابتن العمدة، واحنا موفر كمجلس إدارة نادي أخميم موفر لهم كل ما يلزم لأداء الفريق من إمكانيات ومن مقومات مادية وغير مادية. وأنا تقييمي لأداء الفريق طبعا ده مجهود اللعيبة ومجهود الجهاز الفني في غاية الكابتن عبد الحكيم الذي لا يألو جهدا، ويعني الكابتن عبد الحكيم عبده من المدربين المخلصين لعمله فعلا، واللي أنا لمسته فيه يعني بعد ما عايشته في داخل وأنا بصاحب الفريق دائما في ماتشاته وفي المباريات بتاعته وفي التدريبات حتى، ولمست في الكابتن عبد الحكيم يعني راجل محب لعمله وراجل كفء وراجل متميز وبيعمل بضمير. فأعتقد يعني المجهود المبذول من مجلس الإدارة ومن أعضاء الجهاز الفني جميعهم واللاعبين هو ده اللي احنا شايفينه في الملعب النهاردة، ان فعلا في عمل بإخلاص وعمل بضمير وهم بيأدوا، واحنا يعني بنقول الكابتن عبد الحكيم واللعيبة احنا معاهم وراهم لنهاية الموسم ان شاء الله بإذن الله، ونتمنى من الله ان شاء الله ان الفريق حالف التوفيق ويصعد للدرجة اللي بعد كده إن شاء الله. الأستاذ زين، نادي أخميم من الأندية العريقة في كرة القدم بالصعيد، وأيضا له اسم على الخريطة الكروية منذ فترات بعيدة، وكان بعبعا للأندية الكبرى. متى ترى جماهير أخميم وجماهير سوهاج نادي أخميم يعود إلى سابق عهده كاسم من الأسماء الموجودة على خريطة الكبار في الكرة الصعيدية؟ إن شاء الله بإذن الله احنا بنطمن جماهير أخميم وبنطمن إن شاء الله بإذن الله كل من يحب نادي أخميم إن هو بإذن الله في الموسم القادم هيشوفه في الدور الممتاز به إن شاء الله بإذن الله. وأنا نسيت في بداية حديثي أن أوجه الشكر للقائمين على منطقة سوهاج لكرة القدم بقيادة الحاج محمود مكي على أنه هو نظم وصمم هذا الرجل فعلا اللي هو الرجل الذي يحب عمله فعلا، ولولا الحاج محمود مكي اعتقد يعني ومنطقة سوهاج ومن معه من اعضاء يعني ما كانش دوري القسم الثالث بالذات الذي يعني دوري القسم الثالث بالذات كلنا يعني اللي عارف النشاط الكروي واللي ليه في النشاط الكروي يعني يمكن هو اصعب من الممتاز واصعب من الممتاز به، لان الحاج محمود مكي تحمل مشقه كبيره فعلا عشان يقيم هذا الدوري هذا الموسم. فانا بصفتي عضو مجلس اداره نادي اخميم بالنيابه عن مجلس اداره اخميم بوجه الشكر للقائمين على راسهم الحاج محمود مكي على ان هو صمم على ان يقام دوري القسم الثالث بإذن الله، وإن شاء الله نشوف أخميم في العام القادم بإذن الله في الممتاز به إن شاء الله. شكرا حضرتك. شكرا أستاذ سامح.